إذا أردت البحث عن الإنجازات والبطولات فابحث عن النادي الأهلي ودولاب بطولاته المكدس بالدروع والكؤوس المحلية والقارية والدولية. الأهلي لا يعرف المنافسة على أي مركز، لا ينافس إلا على الألقاب، رقم واحد في جميع الألعاب بأبنائه وجماهيره. أبناء المارد الأحمر يتصدرون دائما المشهد ببطولاتهم في الملاعب، والبعض منهم لم تقتصر علاقتهم على الملاعب بل امتدت إلى صداقات وعشرة عمر ومواقف جعلت الجميع أفراد في عائلة الأهلي، الشاهدة على حكايات تحولت من الملاعب لعش الزوجية. ومن ضمن تلك الحكايات حكاية عمرو ممدوح حارس الأهلي السابق لكرة الماء وزوجته سارة حسام لاعبة يد المارد الأحمر. حقق عمرو ممدوح مع الأهلي 4 دوريات و6 بطولات عربية و3 بطولات لكأس مصر، وشارك مع منتخب مصر في كأسين للعالم وبطولتين عربيتين و3 بطولات للبحر المتوسط وعدد كبير من البطولات الدولية، فيما حققت سارة حسام العديد من البطولات المحلية والقارية مختتمة الموسم الماضي بحصد الثلاثية دوري وكأس وبطولة منطقة القاهرة. للثنائي تحديات مستقبلية رياضية وأسرية يخوضانها بقوة وعزيمة وكالعادة بشخصية البطل وروح الفانيلة الحمراء لمواصلة تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات.